مشروعات ولا غيره ولا غيره للمسؤولين. يعني النهارده أنا لما حاجة أتكلم على السيد المهندس كامل الوزير وهو ابن المؤسسة العسكرية الوطنية، نموذج للنجاح، نموذج إن راجل ما بيعرفش بيته، بالعربي كده ما بيعرفش بيته، في كل كبيرة وصغيرة ضبط الإدارة داخل كل مرافق وزارة النقل، رجل بنى وساعد وتمكن بالفعل من تنفيذ تكليفات السيد الرئيس، سواء كان هو رئيس المهندسين أو كان هو رئيس الهيئة الهندسية أو هو وزير نقل. أنا بقول لكم أنا رحت ديروت وشفت العجب وإحنا في قطار السكة الحديد، والله على ما أقول شهيد، كان المواطنين بيجوا عربية القطار اللي هو موجود فيها وأنا إلى جواره وبيسلموا عليه ويقولوا بنشكرك على اللي بيحصل النهاردة في السكة الحديد، بنشكرك على النظافة اللي احنا بنشوفها في القطارات، بنشكرك على ان القطارات بتيجي في توقيت محددة، بنشكرك على الاشارات اللي بدأت تحل، بنشكرك على المزدأنات اللي بتتم. رجل لا يتوانى عن اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة. ده واحنا داخلين القطار بيمسك ناس ويقول لهم تذكرتك فين؟ يعني انسان عايش الأزمة والمشكلة زيه زينا، إنسان بيترجم التوصيات اللي الرئيس مديها الحكومة ترجمة صحيحة. إن بعض الناس يستغل حادث معين ويبتدي يخبط في كل حاجة، احنا مدركين لحظات الانفعال بتبقى صعبة على الناس والتأثر بيبقى صعب على الناس والمشكلة بتبقى صعبة على الناس، ولما بشوف دم الإنسان بينسى كل حاجة في الدنيا، لكن بعد لحظات الناس بتتأمل وتشوف الحقيقة فين. والله أي حد مقصر تقطع رقبته، محدش ضد الكلام ده خالص، والسيد الرئيس قال أي حد قصر مفيش أي مشكلة في إنه يتعاقب، ورئيس الوزراء قال هذا الكلام.